لقائنا متواصل ومستمر. كنرحبوا بكل اوفيائنا وكل مستمعينا اللي اكيد انهم كيتابعونا وكيستمعونا الاذاعه القريبه منكم ميد غاجو الى حدود الساعه 11. وغنمشي مباشره نرحبوا بالاستاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه. صباح الصحه والسلامه استاذ ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينه، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. احوال طيبه على خير. بارك الله فيك. شكرا. الله يطول عمرك. اذا استاذي حديثنا اليوم على المعادن اللي نقدروا ناخذوها من التغذيه ديالنا واللي كتعاون على توازن عمل الغده الدرقيه، واللي كنعرفوا بانه مؤخرا ولات كتصيب عدد كبير ديال الناس وخاصه النساء. نعم نعم فعلا اختي سكينه، بالنسبه للغده الدرقيه، الغده الدرقيه المواضيع ديالها تختلف من مناقشه مشاكل الغده الدرقيه الى مناقشه خمول الغده الدرقيه الى مناقشه افراط الغده الدرقيه. فاحنا غادي نناقشوا الغده الدرقيه لان سبق وناقشنا هذه المواضيع كامله، كما باقي الاعضاء بزاف ديال الاعضاء غادي نناقشوها من هذا المنطلق. هذا المنطلق ان هذا العضو هذا باش يعيش واحد التوازن شنو خاصو. هكا غتكون الحلقه هذه للناس اللي عندهم غده درقيه مزيانه، الناس اللي عندهم غده درقيه عندها خمول، الناس اللي عندهم غده درقيه عندها افراط، والناس اللي عندهم غده درقيه عندها فيهم دي نودول. وبالتالي غادي تكون يعني المستمعين كاملين معنيين بهذا الحلقه هذه، كومسا هكا كنعرفوا العضو كيفاش كيشتغل وكيفاش التوازنات ديالو. سبق وشرتي تماما ان الغده الدرقيه عند النساء دابا ولات عند الرجال، ولات عند اطفال صغار، ولات عند طفلات صغارين. فالغده الدرقيه هي ضحيه تغيير النمط، ضحيه ديال تغيير هذا النمط اللي حنا كنعيشوا. اللي بغيت نوضحوا في هذه الحلقه ديال اليوم هي مساله اساسيه، هي كيفاش كتشتغل هذه الغده الدرقيه. الغده الدرقيه كتشتغل بالتغذيه، الكبد كيشتغل بالتغذيه، الدماغ كيشتغل بالتغذيه، كل الأعضاء تشتغل بالتغذية. علاش؟ لأن الكبد هما خلايا، تجمع خلايا زيباتوسيت، كتبغي عناصر غذائية، كتبغي أكسجين، خلية في قمة سعادتها تخرج السموم ديالها، تأخذ الأكسجين وتأخذ العناصر الغذائية. هذه العناصر الغذائية بما في ذلك الفيتامينات والمعادن. وبالتالي أي عضو عنده واحد الخاصية في استعمال المعادن. اليوم غادي نشوفوا شنو هي أهم المعادن لتوازن الغدة الدرقية. باش نكونوا متفقين، آخرها هي اليود. إن الناس كنسمعوا اليود آخر معادن يتدخل في الغدة الدرقية هو اليود. إذن أهم المعادن لتوازنات الغدة الدرقية وبعض الأمور اللي ما كيتمش التركيز عليها. فالهرمونات كلها، أنسولين، هرمون الشهية، ليبتين، غريلين، الميلاتونين، جميع الهرمونات تشتغل برأس مال أنزيمي، هذا كابيتال أنزيماتيك. شنو هو الأنزيم؟ أنزيم هي عبارة عن مادة تسرع وتضمن تفاعل تكون هرمونات الغدة الدرقية. من كيمشيو المستمعين والمستمعات يديروا التحاليل، إن غالبا ثلاثة التحاليل اللي كيتعطاو هذوك نفهموهم شي شويه. TSH اولا ماشي ديال الغده الدرقيه، فبالمناسبه نصحح هذه النقطه، الكواتر ماشي الغده الدرقيه، الكواتر هو مرض ديال الغده الدرقيه. فكاين TSH والT4 والT3. بالنسبه انا غنشرحهم يقبل، الانزيم هو من يساعد على تكون الهرمونات كاملين بما في ذلك الهرمونات الغدة الدرقية. الأنزيم هو اللي يساعد على تنشيط هرمونات الغدة الدرقية. الأنزيم هو اللي يساعد على تحويل هرمونات الغدة الدرقية. وبالتالي شنو هو الأنزيم؟ هي مادة حيوية أساسية، إلا ما كانتش كيكونوا مشاكل. الأنزيمات في الطبيعة ديالها شنو هي؟ هي معادن، هي معادن وفيتامينات. فالرأس مال الأنزيم أو المعادن اللي في الجسم مصدره التغذية. وهادشي اللي قلت لكم أنا المعلومات اليوم كتصلح لأي إنسان. عندك غدة درقية، مريضة، ما عندكش مريضة، إفراط، خمول، نوديول، صالحة لكل والأعضاء. بعض الأعضاء أمشوا معهم بهاد الاستراتيجية باش كومسا هكا نفهموا.
مشاكل الغدة الدرقية، مش مستمعين يعرفوا مشاكل الغدة الدرقية، فالغدة الدرقية تفرز هرمونات، عقلوا عليها، تتحكم في كل شيء، أقول في كل شيء، مش بلا ما نقولوا أعراض، خمول، زيادة في الوزن، نقصان في، لا كل شيء وبدون استثناء، كل واحد كيفاش كتكون عنده أعراض. إذن الغدة الدرقية تفرز هرمونات تتحكم في كل شيء، حرق الطاقة، الهرمونات، العمليات الحيوية، الطاقة ديال الجسم، حركية الأمعاء، عندك مشكل الغدة الدرقية، عندك كونستيباسيون، حركية حتى الجسم خصنا نجمعوه، لأن فرقناه بزاف، الجسم راه خصو يتجمع، حركية الأمعاء، الجهاز العصبي، الوزن، معدل الحرق، حرارة، البرودة، حرارة الجسم، خصوبة، في كامل الغدة الدرقية. هرمونات الغدة الدرقية. الغدة الدرقية اللي كونترولي كيتحكموا فيها جوج ديال الأعضاء. العضو مباشرة اللي كيتحكم فيها شنو معنات كيتحكم فيها؟ بحال واحد البيدال. مي كنبغيو هرمونات يتزادوا كيتحكم فيها هاد العضو من خلال تقليل هاد الهرمون اللي هو TSH. إلا بغينا الغدة نهبطوا لا يعني لا 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 نزيدوا في العمل ديالها، يتسمى فيدباك لو ريترو كونترول، وبالتالي مي تسمعوا تي اس اش. تي اس اش ماشي هرمون الغده الدرقيه، تي اس اش هو هرمون لا غلاند بيتويتير ليبوفيز او لا الغده النخاميه. تي اس اش كيتسمى تيرويد ستيمولي هرمون، يعني الهرمون المحفز والكابح، انه هو كيتحكم، هو الهرمون المحفز والكابح للغده الدرقيه. واخا هذه الغده النخاميه هي براسها اللي كونترولي من خلال هرمون اخر. شكون اللي كيفرزو؟ يفرزو المهاد او لا تحت المهاد، سميتو ليبوتالاموس. هذا ليبوتالاموس كيعطينا هرمون واحد اخر سميتو TRH، الاخر TSH والاخر TRH، يعني تيرويد ريليزين هرمون. هادي فهمناها. هرمونات الغده الدرقيه كاينين جوج دايوغ، كاينين بزاف منهم الكالسيتونين، منهم الباراتورمون ديال الغده الجار الدرقيه، مي كنهضر انا على الهرمونات ديال قاسم الغده الدرقيه. كاين واحد التي 4 باش ندققوا، هو برو هرمون ماشي هرمون، نسميو حنايا برو هرمون. علاش؟ لانه ماشي نشيط، تي 4 خصو يتحول لتي 3. قبل ما ندوزو نفهموا الامور الاخرى، نعرفوا شنو هي 4 و 3، يعني فين حنا يعطينا الغدة الدرقية ربطناها غيبة بمعدن اليود. يعني الغدة الدرقية تكابت اليود، تصوب التاجوج وتصوب التاجوج وتشركهم وتصوب التاربعة والتاربعة تتحطو كاستوكاج، ومن بعد الجسم كيحول اللي بغى ويستهلك اللي بغى. هذه مسألة أساسية. شو سبحان الله، عندنا بروتين وهاد الهرمونات، هناك مراقبة خاصة لهرمونات الغدة الدرقية. عندنا واحد بروتين اللي شد في الهرمونات، شحال شد؟ شد 99.99% من الهرمونات، طالق 0.01، يتسمى الفري تيتري او لا تيتروا الحر، شحال 0.01، وشاد عنده كيوزع هاد الهرمونات بشكل دقيق، يعني تقريبا 99.99% ديال الهرمونات شاد هاد البروتين هذايا، مي اللي هي ليبر 0.01، باش تعرفوا الدقه ديال هاد الهرمونات. وهاد الهرمونات راه ماشي سهله، والجسم كيشدها علاش؟ من اجل مراقبه هاد الهرمون، لان ماشي سهل، بحال الحديد، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. الحديد راه ماشي ليبر في الجسم، الحديد راه مشدود، عنده بروتين فيريتين ديال ستوكاج، عنده بروتين اللي كينقلو الترانسفيرين، عنده هرمون كيراقب الحديد الهيبسيدين، وبالتالي الامور مراقبه. هذا راه جسم، هذا خلق الله. فهاد الهرمونات هذه تي 4 و تي 3، قلت انا الجسم كيشد اليود، انا نقول فين كاين اليود وفين خاصنا ناخذوه. وعندنا في المغرب بروبليم في تحنوت وفي ازيلان، ماشي في المغرب كامل، اللي عندهم بعض النقص في اليود. فقلت انايا الجسم كيدير تي 2 زائد تي 2 كيدير تي 4، هذيك 3
وربعة وزوج ديال اش ديال اليود. هذاك الشيء علاش مشى ان الغده الدرقيه فقط اليود، لا كاين معادن اهم من معدن اليود. ف بالنسبه لهذا ذرات اليود الى ما تحولت شتي 4 ل 3 يعني لما عندكش هرمونات كنت كتاخذهم ديالك او لا كتاخذهم على شكل دواء، يعني انت لا فورم ديال الدواء ولا الشكل ديال الدواء هو شكل تي 4. وغادي نقول انا بعض الناس واخا كياخذوا الدواء كيكون عندهم مشكل، علاش؟ لان عندهم معادن اخرى. علاش درنا اليوم معادن الغده الدرقيه؟ ما فيها بس نبداو باليود. بالمناسبه اليود في الجسم عنده وظائف، وظائف كتجي في اخر هذه الوظائف الغده الدرقيه. من اهم الوظائف ديال اليود تنظيف الكبد. علاش؟ تي 4 تحول تي 3، لاحظوا 4 3 اليود. دونك شنو الجسم يدير؟ كيحيد ذرات اليود. شكون اللي كيحيدها؟ الكبده. باش الانزيم، حنا وصلنا للانزيم، شنو سميتو؟ ديزيوداز. باش كيشتغل بالسيلينيوم. اذا انت جسمك مشاكل غده در، اذا ما عندكش السيلينيوم ما غيكونش عندك توازن غده درقيه. احنا في معدن السيلينيوم. يعني انت عندك تي 4، دابا راه كاين في التحاليل الطبيه، انما من في ايام الدراسه في الامتحانات راه كيعرفوا الطلبه ديال الطب ولا الطلبه ديال يعني الصحه بصفه عامه كيعرفوا بلي التمارين في الغده الدرقيه تعطى على شكل حالات. كيقول لك مثلا عندك تي اس اش، مثلا تي اس اش ني نورمال، تي 4 نورمال، وتي 3 رابطه. شنو الحاله هنايا؟ شنو المشكل؟ انت خصك دير لانتربريتاسيون. تي 4 ما كتحولش لتي 3. شكون اللي كيحول تي 4 لتي 3؟ خاصنا واحد العضو، واحد الانزيم اللي كيسحب ذره وحده، باش ذاك الذره خاص واحد العضو يستعملها هو الكبده بالخصوص. حتى المراره كتستعملها، حتى الكلاوي كيستعملوها، مي الكبد بالخصوص. شكون اللي كيضمنها؟ معدن السيلينيوم. انا غنجي له واخا. فالكبد اليود يستعمل في تنظيف الكبد، اليود يستعمل في تجنب السرطانات، اليود يستعمل في الطاقه، تستعملوا المتقدرات الميتوكوندري، اليود يستعمل في الجهاز العصبي، اليود يستعمل في العظام، عاد اليود يستعمل في الغده الدرقيه. نعم معدن اليود لكن ماشي هو الاهم، واحد من العناصر، واحد من فريق العمل، وعنده صيغه التخزين هذه اللي يعني ديال الهرمونات ديال الغده الدرقيه، وكاينه الصيغه النشطه. فهرمون الغده الدرقيه اللي كي يصبح نشطا يجب ان يتحول من صيغه التخزين اللي هي تي 4 الى صيغه النشاط اللي هي تي 3 من خلال انزيم ديزيوداز. وانزيم ديزيوداز سبحان الله، الا ما عندكمش معدن السيلينيوم، وهذه ربما معلومه تكون بعض الناس يعني اول مره يعرفوها، الا ما عندكش معدن السيلينيوم الهرمون تي 4 يتحول الى تي 3 معكوس. بعض المستمعين اول مره يسمعوها، تي 3 ريفرس، تي 3 معكوس، يسمى بهرمون تي 3 المعكوس. فهذه مسألة يعني مسألة أساسية ومسألة مهمة جدا يعني نكونوا عارفينها. تي 3 ريفرس ولا تي 3 ار ممكن تبحثوا عليها في محرك ديال الانترنت بسيط، دير تي 3 ريفرس. فهرمون الغدة الدرقية تي 3 المعكوس غير نشط، ولا ما عندك السيلينيوم كيبان باللي راها نورمال ولكن ما كيقومش بالدور ديالو. كاين اليود، باش نضمنوا اننا ناخذوا اليود، في كاين اليود، اليود كاين في الخضر اللي في التراب موسميه، واليود خصو يكون في عنصر غذائي موسمي، لانك انت ملي كتاخذ واحد الغذاء خارج الموسم ديالو واخا يكون فيه اليود وخارج الموسم ديالو لا شارج، لان اي معدن عنده واحد الشحنه لا شارج ديالو ماشي نورمال. وبالتالي الخضر الموسم شتو نمط العيش اللي تخلينا عليه هو اللي وصلنا لهذا. لان انا بالنسبه لي الغده الدرقيه هي تكشف الخطا الفادح اللي درته البشريه في نمط الحياه ديالها، الاعتماد على الجلوس بكثره، عدم الحركه، جعل الرياضه 30 دقيقه في النهار، التغذيه اللي نتناسيناها، هذه الامور كامله هالنتائج. اليود كاينه في الخضر الموسميه، كاينه في الخضر الخضراء، كاينه في الفواكه الموسميه، كاينه في الاسماك بكل انواعها اهمها سمك السردين، كاينه في الرجله،
كاينه في البقوله في الوقت ديالها، وكاينه في التمور، وكاينه في كل ما خلق الله اللي كيجي من الارض، شرط ان ذاك الارض يكون فيها اليود. معدن السيلينيوم، معدن السيلينيوم قلنا اساسي جدا، هو من يحول اربعه. انت خديتي دواء، دواء غده الدرقيه اربعه، ما يقدرش يكون تي 3، لان تي 3 خطير اكتيف، ما خصهاش يكون ليبر. سنعطيو تي 4، والتي 4 تبقى تحول شويه بشويه، لان الجلوبولين واحد البروتين اللي كيراقبها خصو يبقى يراقبها. دونك تي 4، انا خصني ديك تي 4 تحول. الا ما عنديش معدن السيلينيوم لا يتم هذا التحويل، يتم بالخصوص على مستوى الكبد. وبالتالي معدن السيلينيوم مهم جدا جدا، اقول جدا، في هذا التحويل. فين كاين السيلينيوم؟ كاين في الاسماك. الناس مابقاوش ياخذوا الاسماك، وحتى اللي كياخذوه كيقليوه. كاين في المكسرات، المكسرات ملي كنديروا لها الملحه يعني تفسد. كاين في الخضر الموسميه، كاين في الفواكه الموسميه، كاين في القطاني، كاين في التمر، كاين في الزبيب، كاين في الشريحه، كاين في القرقع، كاين في اللوز، كاين في الزريعه ديال القرعه، كاين في الزريعه الكحله، كاين في الاسماك كل انواعها. هذا السيلينيوم. نقطة أخرى واللي من الأسباب ديال مشاكل الغدة الدرقية هو الاستخاص، هو ارتفاع الكورتيزول. وثقوا بيا، إذا كنت مستخاس النهار كامل أربعة لا تتحول لثلاثة. نقطة أخرى، الأنسولين العالي، هذه معلومات قيدوها بحبر من ذهب. الأنسولين العالي، الأنسولين العالي يعني حلاوة، محلي، محليات، الويات، كيطلع الانسولين بيك، كيطلعش بشويه، لا كيطلع بحال شي جبل لا كوغ ديالو في الميبيان ديالو. هاد الصعود يوقف تحول تي 4 لتي 3. اكثر من هذا، كاينين بعض الاعداء ديال الغده الدرقيه، منهم بعض الاغذيه اللي فيها هرمونات. اي هرمون جاي من خارج الجسم فهو يضر الغده الدرقيه، عقلوا عليها. بما في ذلك الناس اللي كياخذوا حبوب منع الحمل على هواهم، حبوب منع الحمل هكا الانسان ياخذها بدون استشاره، بدون تدقيق، بدون هذه، من الاسباب ديال الغده الدرقيه. اكثر من هكا، الناس اللي كياخذوا الصوجا، صوجا غده درقيه كارثيه. علاش؟ لان يعني الصوجا فيها دي زيزوفلافون، دي زيزوفلافون الا مشيتوا بحثتوا فيهم، وعاد هذاك الشيء اللي كاين في الصوجا كاين في الفول، وبالعكس افضل واحسن. وبالتالي الناس اللي كياخذوا الصوجا، لاصوص ديال الصوجا، المساله هذه عافاكم ردوا لها البال. واحد النقطه بغيت نشير لها سبق وشرت لها، مي نشير لها، المعادن المنافسه لليود، عقلوا عليها. المعادن انا كنعطي هذا الشيء للامانه العلميه، خان باش تعرفوا الموضوع ديال الغده الدرقيه ماشي هو موضوع ديال ساعه ولا حصه، ابدا، موضوع ديال نقدر نمشيو شهر كامل. مي احنا اليوم كنناقشوا عمل الغده الدرقيه والمعادن ديالها، كيفاش التوازن ديالها. فالغدة الدرقية اليود بالخصوص عنده أشباه دياله اللي كيشبهوه، كيتسمى لا سيميليتود موليكولار أو لا الميميتيز موليكولار. شنو هما؟ البروم، معدن البروم، معدن الكلور، الفليور، والبلومب، والزئبق. من اللي كيشبهوه في التركيبة ثلاثة. إذا مشيتو نزل الكيمياء، إذا مشيتوا للجدول الدوري في الكيمياء، طابلو بيريوديك، غتلقاو واحد اللون كيتسموا لي زالوجين. شنو فيهم؟ فيهم الفليور، فيهم الكلور، فيهم البروم، وفيهم اليود. والمعادن المنافسة لليود هي هذه. في كاين البروم في المنابس، في كاين الكلور، في كاين الفليور، دونتي فريز. هادشي علاش الإنسان هاد الأمور كاملة خصنا نكونوا عارفين. فيما يخص البلومب، الرصاص، والزئبق، هذوما كينقصوا لنا معدن السيلينيوم ليحول تي 4 لتي 3. نقطة أخرى وأخيرة هو الأوميغا 6. الأوميغا 6 كتعطي التهاب في الغدة الدرقية. فين كاين الأوميغا 6؟ الأوميغا 6 كاينة في أغلب الزيوت النباتية، من غير زيت الزيتون، زيت الزيتون فيها الأوميغا 9، المقليات، زيت النخيل. شفتوا شنو كيدير زيت النخيل للغده الدرقيه؟ زيت النخيل، لي مارغارين، المارغارينات، كاوكاو رومي،
ماشي البلدي الصغيور الاحمر الاخر كوكو رومي، فيه يعني اوميغا 6 اللي كتعطي التهابات الغده الدرقيه واخا، وهذه الالتهابات هي اللي كتعطينا من بعد مشاكل. نقطه ما تفوتنيش، فورا ميكروند، اللي عنده الفورا ميكروند الغده الدرقيه فيها اليود، اليود غاديو اكتيف، وبالتالي كيعطينا مشاكل الناس اللي عندهم الفور اميكرون. دونك هنا كتشوفوا بلي هضرنا ومي كنقولوا السيلينيوم كنقولوا باقي المعادن. اذا شنو الخلاصه ديال الحلقه ديال اليوم؟ معادن غذائيه ضامنه لتوازنات الغده الدرقيه من غير اليود خاصنا نضمنوها. اذا فهمنا بهذا الشيء كامل كنفهموا ان الماء الجيد، الخضار الموسميه، فواكه الموسميه، زيت الزيتون فقط، واخا ناخذ مصادر حيوانيه جيده ما تكونش غير مهرمانه، ما تكونش مربيه بهرمونات، بعض انواع الطيور تربى بالهرمونات، علاش؟ لان هذا الشيء كيأثر. مشينا ناخذ مثلا الزياده في الوزن، علاش؟ لان كتعطينا استروجين، وارتفاع الاستروجين يوقف تحول الاربعه للثلاثه. هذه مساله، علاش الناس اللي عندهم مشاكل غده الدرقيه وسيرتو الخمول كيزيدوا في الوزن؟ علاش كيزيدوا في الوزن؟ الاستروجين زائد معدل الحرق كيهبط. هذه كلها تتعلق، انا هدرت على لان الغده الدرقيه هي بالنسبه لي انها موديول، هدرت على واحد الجانب في الغده الدرقيه هو الجانب ديال المعادن. اذا عندك نوديول، عندك افراط، عندك نقص، عندك خمول، ما عندك حتى حاجه، اهتم بهذه الامور هذه في الغده الدرقيه، باش اذا كنت كتاخذ دواء يقوم بالمفعول ديالو، كان ما عندكش مشكل كدير الوقايه، كان عندك خمول صالح هذه المعلومات ان الانسان يطبقها، كان عندك افراط صالح هذه المعلومات هذه يطبقها الانسان، وبالتالي عضو الغده الدرقيه هو عضو بالنسبه لي انا ضابط ايقاع الجسم. ديالاش ايقاع؟ ايقاع الطاقه، لانه كيتحكم في الميتوكوندري، وبالتالي كل خليه الا وعندها متقدرات وعندها ميتوكوندريات. مرحبا ومشكور جزيل شكر أستاذ، وحنا أكيد مازال مواصلين ومازال مستمرين معاك. إلا سمحتي نتوقفوا مع فاصل ونرجع ناخذ أسئلة المستمعين، خليكم معنا.